ماشي، اتفضل. بسم الله. ده تايمر البرامج بيلف في الناحيتين يمين وشمال. هنغسل القنوب بيضة، هنجيب على كلمة القطنة دي. ده السخان بتاعنا بيسخن المية، الحرارة عند 60. عايزين نزود أو نقلل بنتكي على زرار التيمب ده. سرعة تنشيف 1000 لفة، عايزين نزود أو نقلل بنتكي على الزرار ده. طب الوسط ايه بقى في الحاجات دي؟ يعني أنت مجرد أنت جبتها هي بتبقى مظبطة نفسها تلقائي. تمام، بنحط مسحوق في الكبير هنا وهنا الزهرة. الزرعة ديت تتدوب في المية وتحط سايلة معطر ولا حاجة بتحط في الدرج ده ونقفل. والزرار ده اخر حاجه بيضيء ويطفى، اخر حاجه بنتك على ستارت ونسيبها مع نفسها. هتغسل وتعصر وتعمل كل حاجه وده ثابت زي ما هو لغايه ما في النهايه هتديك صوت انذار واللمبه ده تطفى، يبقى غسلنا خلص. بعد كده بنرجع ده ونقطه الصفر ونستنى 3 دقايق ونقوم فاتحين الايه الباب ده الابيض. تمام. الالوان كلمه صنصتك دي، مسحوق في كبير ونقفل ونشغل كذلك الامر لغايه ما تخلص. كلمة ديليجيتس اللي هي الحراير، مسحوق في كبير وتشغيل برضو من هنا. حراير اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الصوف؟ الستاير والحاجات دي. تمام خلاص. الجينز اللي هي الجينسات، مسحوق في كبير وتشغيل من هنا. كوتونز ابيض متوسط الاتساخ، يبقى ده ابيض شديد الاتساخ، ده ابيض ايه متوسط الاتساخ. تمام. طبعا اي برنامج من دول بتغسل وتعصر وتعمل كل حاجه لوحدها. لو الجماعه غاسلين حاجه بره وعايزين يعصروها بس، بيجيبوها على كلمه سبين دي، في خلال ربع ساعه تكون صرفها وايه وعصرها. تمام. كلمة رينس دي لو حاجة عايزين نشطفها ويعصرها بيجيبوها على برنامج الايه؟ الرينس ده، الشطف ده. خلاص؟ السلك والول اللي هو الايه؟ الأصواف. تمام؟ مسحوف كبير وتشغيل من هنا. طبعا كل البرامج دي هي نفس البرامج دي إلا برنامج واحد اسمه بلانكت. بلانكت ده يعني ايه؟ بطاطين. مسحوف كبير وتشغيل برضه ايه من هنا. خلاص؟ تمام. في حاجة صعبة كده؟ المسحوق في الدرج اللي في النص؟ خليك في النص بس. خلاص؟ لازم يتمع على آخره؟ لا لا لا، نص الدرج بس. خلاص؟ دي البرامج بتاعت الغسالة اللي أنت بتشتغل عليها. تمام؟ ماشي هندسة. جاهز يا سمير؟ طبعا شطة